السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم حقيقة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري لمنتخب الكاميرون، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات بخصوص المنتخبات المرشحة لملاقاة المنتخب الوطني الجزائري وديا، وهذا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا القادمة بكوت ديفوار والتي ستكون مطلع العام القادم بداية من 13 جانفي 2024. وحسب موقع العربي الجديد فإن المنتخب الكاميروني يعد من المرشحين لملاقاة الخضر إلى جانب غانا وغينيا الاستوائية وزامبيا ومالي وجنوب إفريقيا. ويذكر أن المنتخب الكاميروني بعث برسالة رسمية للمنتخب الوطني الجزائري من أجل مواجهة الخضر وديان قبل كأس أمم إفريقيا، وهذا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا. وجدير بالذكر أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لم يفصل حتى الآن عن هوية البلد الذي سيحتضن تحضيرات محارب الصحراء تحسبا لبطولة كأس إفريقيا المقبلة. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.